خلينا نروح للأستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، الأستاذ الدكتور هشام الخياط. برضو نعرف هي أهم الأمور التي يجب أن يتخذها المواطن المصري خلال الفترة القادمة علشان نتقي شر هذا المرض. دكتور، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ يا رب تكون بخير. الله يخليك يا فندم. المشاهدين بخير، ومش عايزين نرعبهم بقى. لا، مفيش رعب ولا حاجه، ولكن احنا عايزين نطمنهم. بالعكس، احنا جايبين حضرتك عشان نطمن اكتر. تمام. الحاجات اللي احنا عارفينها ان احنا نغسل ايدينا بميه ساقعه او بميه وصابون والكلام ده، هو ده الحاجات اللي احنا نقدر نقولها والحاجات اللي احنا عارفينها يعني. لا، اولا الاجراءات الاحترازيه اللي خدها الريس امبارح من وقف المدارس والجامعات وبرضه النشاط الرياضي اللي تم وقفه ده مهم جدا، لان ده بيقلل العدوى بنسبه 25% على الاقل، لانه انت عارف المدارس والجامعات 25% من السكان. أيوة. دي نقطه مهمه جدا. الحاجه المهمه ان احنا لابد ان احنا ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي، خاصه لمس وقبلات واحضان. الكلام ده كل ده بيساعد على انتشار العدوى، لانه العدوى باللمس، واحنا عارفين كمان انه حوالي 50% من الناس المصابين بكورونا فيروس ما عندهمش اعراض خالص ولا بيجي لهم اعراض، ما بيبانش، يمشوا على رجليهم. فممكن ما نعرفش مين المصاب من غير مصاب. انا بنصح الناس ان هي ما تكلمش، ما تحضنش، والقبلات طبعا ممنوعه. الحاجه المهمه ان الواحد ما يلمس عينه ولا بقه بعد ما يسلم على حد. افرض انت اتفرض عليك ان انت تسلم على حد، ما يلمس عينيه ولا بقه ولا انفه. يمسح ايديه بكحول 70%، وده موجود في كل الصيدليات دلوقتي ورخيص جدا، مش لازم يجيب حاجه ماده معقمه اكتر من كده. يا فندم، الحاجه الثانيه المهمه انه مش عايزين ياخد الموضوع اكبر من حجمه. ليه بقى احنا كده؟ علشان احنا عارفين ان 50% من الناس اللي عندها كورونا فيروس ما بيذهب بدون اي اعراض. نقطه مهمه جدا، ال 30 ل 35% الاعراض بتكون بسيطه جدا جدا جدا، حراره بسيطه، شويه التهاب في الزور، كلام يعني كله سهل. احنا بنتكلم في ال 5% اللي بيجي لهم اعراض جامده اللي بتدخل مستشفى، دول الناس كبار السن اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي او عندهم سكر او ضغط او بيشربوا سجاير كتير. وجود الناس اللي بتشرب سجاير، عشان كده مهم جدا الرياضه. الرياضيين ما يشربوش سجاير، السجاير بتزود نسب الاصابه بكورونا فيروس، مش بس كده، بتخلي كورونا فيروس يؤثر تاثير سلبي على الرئتين ويعمل التهاب رئوي. عشان كده مهم جدا ان الناس ما تشربش سجاير. تمام. بالنسبه للاجراءات الاحترازيه اللي اتعملت، انا سعيد بيها جدا، واسعد ما اكون ان انا كنت قبلها بيوم شفت ترامب خصص 6 مليار او 7 مليار دولار امريكي لمكافحه هذا الوباء. ايوه. هنا سياده الريس برضو عمل حاجه رائعه، عمل حوالي برضو 6 مليار دولار لمجابهه الوباء بتاعه. هم 100 مليون جنيه يعني. ايوه. شيء عظيم جدا. شيء عظيم جدا يعني، الحقيقه احنا على قدم وساق زي امريكا ويمكن احسن كده. تمام. ده مهم يا كابتن اسلام. طبعا يا فندم. طيب، ايه المطلوب من الشباب خلال، او من الناس عموما، او المواطن المصري خلال الفتره القادمه يا فندم؟ المواطن المصري يا كابتن اسلام لازم، مهم جدا ان هو الشباب طبعا اللي ما راحش مدارس ولا جامعات، ما يقعد في البيت، يقعد يذاكر او يشوف الحاجات في النت تنفعه، لكن ما يروحش بقى يقعد على كافيهات ويشرب شيشه. مصيبه. والحاجه الثانيه ما يروحش السينمات بقى ويقعد يروح اماكن، يعني زي ما شفنا ان اول يوم في اجازه اهو، المولات على اخرها والكافيهات على اخرها. هو كابتن الريس ما بطلناش مدارس عشان نروح نقعد في الكافيهات والمولات، ده كلام مش مظبوط. يا فندم، فانا يعني انا بناشد الشباب الواعي المثقف واولياء الامور، انه الشباب اللي خد اجازه ده يقعد يذاكر في بيته، يقعد على النت يذاكر دروسه،
مش يروح بقى الكافيهات ويروح المولات ويروح، ده كلام مش مظبوط، لانه الغرض من الـ 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 الناس ما تروحش المدارس والجامعات ان احنا نقلل نسب الاصابه بالكورونا. فده مهم جدا، ده انا مش ان الناس عشان تعمل كده. يا فندم. طيب دكتور، برضو عايز حضرتك تقول لنا، بما ان الشباب من المفترض، هل من الممكن انهم يقعدوا في اماكن مفتوحه من غير طبعا التدخين، من غير الشيشه، من غير كذا، لكن يعني هل من الممكن انهم يقعدوا في بالظبط، ما هو ده حاجه تانية نسال في حضرتك فيها. يعني انت عارف تعليق النشاط الرياضي ده مهم. يا فندم. الحاجه الثانيه المهمه ما يقعدوش في اماكن مغلقه، لكن لو هو قاعد في الشمس وقاعد في مكان مفتوح فيه هواء مفيش مشكله فيه، بالعكس ده احنا يعني ده حاجه من الحاجات اللي هي الكويسه، لان الشمس بتقتل ميكروب الكورونا. على فكره ميكروب الكورونا ده من الميكروبات، من الفيروسات اللي هي ما هياش شديده قوي زي ما الناس متصوره. الميكروب الكورونا ده الحصبه اكثر عدوى منه 8 مرات. عايز اقول ان نسبه الوفيات اللي حدثت من كورونا لا تتعدى 3%، في حين في انفلونزا الطيور كان 40%. ياه. انفلونزا الطيور اللي احنا خدناها كده يعني نوع من كنا بنتنظر بيها، موتت 40% من الناس المصابين بانفلونزا الطيور. في حين ان الكورونا فيروس موت 3% فقط. في كل على مستوى العالم، يعني 160 الف لغايه دلوقتي عدوى، الناس اللي ماتت 5800، عدد قليل جدا لا يكاد يعني غير متناسب مع مثلا انفلونزا الطيور زي ما انا قلت لحضرتك. طيب. فيعني الجلوس في الشمس، الجلوس في الاماكن العامه في الهواء الصلق ما فيهوش اي مشكله. بس برضه ما نسلمش ونحضن ونبوس، الكلام اللي انا بقول لحضرتك عليه. دي من اهم الامور في يعني بشكل عام، ان انت ما تسلمش كتير، الحضن والبوس، الكلام ده كله يجب ان يتم ايقافه على الاقل هذا الشهر مثلا يا دكتور. تمام. طيب، لغايه ما الامور تتضح اكثر واكثر ان شاء الله. من وجهه نظر حضرتك، وانا عارف ان حضرتك مطلع على الابحاث ومطلع على الكلام اللي بيحصل في اوروبا وفي كل حته، محتاجين نعرف ممكن ده يحصل امتى؟ يعني امتى تتضح الامور في هذا الموضوع بالنسبه للعالم كله، بالنسبه لمصر طبعا؟ من وجهه نظرك يعني. من دلوقتي ان احنا على الصيف احنا عارفين ان في انفلونزا صيفيه، بس ده عدد، بس الاعداد بتبقى قليله جدا مقارنه بالانفلونزا الشتويه. فاحنا هنقول ان احنا مع دخول الحر ودخول الصيف الدنيا هتهدى، وده هيحصل من اول ابريل، وهنقل جدا اعداد المصابين بكورونا فيروس على مستوى العالم. الحراره ليها دور يا فندم؟ حراره الجو ليها دور الحرارة يعني؟ الحراره طبعا بتاثر، يعني في بعض الدراسات اثبتت ان بعد 28 29 درجه مئويه الفيروس ما بيبقاش بنفس قوته ونفس شدته، وبعد 30 درجه حراره 30 الفيروس بيتقتل. فدي علامه من علامات الجيده اللي بتطمن الناس، يعني مع دخول فتره الصيف واحنا عارفين ان اخر عهدنا بقى بالحراره الواطيه هيبقى في مارس، مع دخول ابريل هتلاقي الدنيا هديت جدا والحراره زادت، فنقدر نقول ان الفيروس هيتلجم ان شاء الله. طب يا دكتور اخيرا، وخلينا نرجع بقى للنشاط الرياضي مره اخرى، هل من الممكن ان بعد في خلال ال 15 يوم القادمه يظهر اي شيء يعيد الرياضه او يعيد التعليق او يتم عدم التعليق النشاط الرياضي خلال الفتره اللي بعد كده، ولا هنفضل مستنيين؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. يعني هو التعليق هيبقى في خلال 15 يوم دول، لكن ما اظنش ان هيبقى اكتر من كده. انت عارفين حضرتك عارف كويس ان البريمير ليج بتاع انجلترا 3 اسابيع. يعني خساره فادحه طبعا، تقدر خسائر ب 700 مليون استرليني، ولكن الارواح اهم تيالي عند كل الناس. فهو علشان كده انا بقول لحضرتك ده دي حاجه كويسه. ما اظنش ان شاء الله، انا توقعاتي ان النشاط سيستأنف بعد اسبوعين من دلوقتي، بس مش هنرجع فيه في خلال اسبوعين، يعني بعد اسبوعين النشاط الرياضي يعني هيبتدي يشتغل تاني، يعني هيبتدي تاني. انا نتمنى كده ان شاء الله. نتمنى. اخيرا يا دكتور، لو اي نصائح حضرتك حابب تقولها خلال الفتره القادمه. لا، هو انا النصائح بس يا كابتن اسلام حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولانيه ممنوع اللمس تمام
والمصافحة والبوبولات والكلام ده. الحاجة الثانية لو فرض صافحت حد، لو تسمح خلي في جيبك كحول 70%، وده موجود في كل الصيدليات. امسح طهر ايديك، اوعى تلمس شفايفك او بق او فمك او انفك او عينك وانت لمست حد، او لان زي ما قلت 50% من المصابين بكورونا ما نقدرش نعرفهم لانهم بيمشوا على رجليهم، ما يبقاش في اعراض نهائي. فبالتبعيه احنا ما نعرفش مين اللي عنده كورونا، مش مين ما عندوش، مين اللي ما عندوش كورونا، يبقى في اعراض. أيوة. احنا بننفع الناس ان يبقى معاهم في جيبهم كده اللي هو الديتول. على فكره ما بيأثرش غير على البكتيريا، اللي بيأثر على الفيروس هو الكحول ال 70%. 70%، تمام. مهم جدا هذا الكلام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على هذه المعلومات. شكرا جزيلا.